إيه النهاردة هعمل معاكو كريم حلو جدا للبشرة، هيغنيكي عن الكريمات الليلية اللي بتشتريها بأسعار غالية جدا. إيه كلنا طبعا بنشتري كريمات غالية، إيه كريم صباحي كريم مسائي، إيه هيغنيكي عن كريمات أوريفلام أو ماي واي. هتشوفي معايا كريم حلو جدا للتجاعيد، بيحارب الشيخوخة بيحارب التجاعيد، هنشوف مع بعض دلوقتي. ما تنسوش بس قبل ما تبتدي الفيديو اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الاشعارات عشان يوصلكوا كل فيديوهاتي اللي انا بنزلها. معايا هنا جزرايه، الكريم اللي انا هعمله النهارده كريم من الجزر، كريم حلو جدا. هبتدي ان انا اغسل الجزرايه دي واقشرها، وبعد كده هبشرها كويس. بعد ما بشرتها اتكون معايا بشر الجزر ده، لو سبتيه شوية او جيتي تصفيه هتلاقي ان هو بينزل منه المية بتاعته او العصير بتاع الجزر. انا طبعا هضربه في الخلاط احسن، وهحط معاه شوية مية صغيرين جدا. بصوا ميته اهي، هنبتدي بقى ان احنا نضربه في الخلاط، وهرجع لكم بعد ما اضربه في الخلاط. بعد ما ضربته في الخلاط بقى بالعصير بتاعي بقى جاهز، هبتدي ان انا اصفيه. بعد ما صفيته طبعا قشر الجزر ده او المبشور بتاع الجزر ده مش هرميه، ده بيستخدم كمقشر حلو جدا للبشرة. بجد كريم الجزر من الحاجات المهمة جدا للقضاء على التجاعيد، محاربة التجاعيد واثناء النوم، بيدي نضارة للبشرة. فالمقشر ده هيبقى هايل، هتستخدميه على بشرتك. بعد كده هبتدي ان انا اجيب اي حلة بتتحط عندي على النار، هبتدي افضي فيها عصير الجزر بتاعي، وهنحط كمان معلقة نشا. النشا حلو جدا للبشرة، بيفتح البشرة وبيبيضها بيديها نضارة. اي كريم بيدخل فيه النشا فبجد هو تحفة. هبتدي ان انا اقلبهم كويس او مع بعض، واحطهم على نار هادية لحد ما يتكون معايا الكريم ده. ونشوف مع بعض احنا هنعمل ايه تاني. لسه باقي عندنا مكونات حلوة جدا البشرة هنضيفها على الكريم بتاعنا لحد ما نوصل للنتيجة اللي احنا عايزينها. مش هتندمي ان انت جربتي الكريم ده خالص. هنبتدي دلوقتي نشوف احنا هنحط مع بعض ايه تاني. هبتدي ان انا افضي الكريم ده في اي بولة عندي، هبتدي ان انا افضي كده في اي بولة عندك. بصوا شكله حلو ازاي الكريم، بجد حتى المكونات اللي هنحطها عليه مفيدة جدا 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 للبشرة. تاني خطوة معايا، هبتدي ان انا اجيب اي حلة بتتحط على النار، هنبتدي بقى نعمل معانا المكون التحفة معايا او السحر بجد للبشرة. هنعمل معانا جيل بذور الكتان، من بذور طبعا بذور الكتان غنية جدا عن التعريف، هنستخلص جدا منه جيل بذور الكتان. الجيل بتاع تجاعيد البشرة جيل بتحارب الشيخوخة. هنحط على معلقتين بذور الكتان عليهم نص كوباية مية لحد ما هنرجع تاني لكريم الجزر، هنحط معلقة زيت جوز الهند. الكريم بتاعي هنبتدي ان احنا نقلبهم كده مع بعض. الهند ممكن واركنه دلوقتي على جنب لحد ما لغايه زيت اللوز، بس زيت جوز الهند حلو جدا تغلي على النار. واول ما تبتدي تغلي بعد كده خلاص بذور الكتان ابتدت انها تغلي معايا، هبتدي ان انا اخد بذور الكتان دي وهبتدي ان انا اصفيها. بذور الكتان بجد مفيده جدا للبشره، طبعا احنا هنصفي بتدي بتقضي على التجاعيد، بتحارب الشيخوخه او اي قماش عندك، بتقضي على الخطوط الدقيقه، تحطي فيها بذور الكتان وتبتدي ان انت التجاعيد اللي جبهه اللي حوالين العين الرقبه تحفه. البذور دي احنا مش هنصفيها برده، مش هنرمي اي حاجه النهارده. بذور احنا هنستخدم البذور دي طبعا، بذور الكتان دي برده احنا مش هنرميها، دي بقى بتستعمل كمقشر رائع جدا للبشره، تحفه للبشره. هنحطها على وشنا وهنبتدي ان احنا نفردها على وشنا، واول ما تبتدي تنشف وشك يشد هتبتدي ان انت تشيليها وتغسليها. بجد المقشر ده تحفه. فاحنا النهارده ما رميناش اي حاجه، اول ما ينشف معاكي من المكونات بتاعتنا تغسلي يعني وشك قشر اللي هو الجزر وبذور الكتان، هنعمله بيهم مقشر. انا برضو جربته لكم على بشرتي، انا كده حطيته على بشرتي زي ما انتم شايفين، بسيبه شويه وبعد كده بغسله. حلو جدا، هنفرده على وشنا بالشكل ده، بالمنظر ده على وشك، بجد حلو جدا. وهتسيبيه لحد ما ينشف وبعد كده تبتدي تغسليه. هنشوف بعض مع بعض بقى بعد كده ايه الخطوه اللي احنا هنعملها تاني، وايه المكونات اللي احنا عاملينها النهارده في الكريم بتاعنا تحفه.
الكريم مفيدة بجد جدا للبشرة. انا بستخدمه وبيجيب معايا بعد نتيجة بقى ما هايلة. عملت الخطوة دي هبتدي بقى ارجع تاني للكريم. بعد ما حطيت عليه معلقة زيت جوز الهند هفضي عليه جل بذور الكتان، طبعا البولة صغيرة، هفضي الكريم بتاعي ده في اي بولة تانية واسعة، وهبتدي ان انا اضرب الخليط بتاعي او الكريم بتاعي بالهاند بلندر او بالخلاط الكهربائي. عايزينه يكون كريم ما فيهوش اي تكتلات خالص. او ممكن بالمضرب اليدوي زي ما انا ضربته كده. اتمنى ان انتوا تشوفوا الفيديو للاخر لان لسه في خطوة معايا وفي حاجات تانية هعملها على الكريم. هنحط عليه نقطة او نقطتين من مية الورد عشان يديه ريحة طبيعية، ريحة حلوة جدا، هيديه ريحة فعلا تحفة، لان احنا هنستخدم الكريم ده على بشرتنا ومش عايزين ريحة بذور الكتان او ريحة الجزر، يعني عايزين الكريم يبقى ريحته حلوة. بعد كده ضفت عليه كبسولة فيتامين اي، معلش انا نسيت، يعني ما خدتش بالي ان الخطوة دي ما اتصورتش. هتضيفي عليه كبسولة فيتامين اي. الكريم كده بقى جاهز معايا. ناقص اخر خطوة، هتجيبي اي علبة كريم عندك او برطمان قديم، وهبتدي ان انا افضي فيه كريم الجزر بتاعي. الكريم بجد 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 تحفة، هيغنيكي عن كريمات معلقة كتير صبار، حطي هنا بتستخدميها. معلقة اخر جبنة صبار. خطوة معايا، لو عندك جل الصبار هتبتدي ان انت تحطي معلقة من جل الصبار على الكريم بتاعي ده. هقلبه كويس او مع بعض، وبكده الكريم بتاعي بقى جاهز. بجد كريم حلو جدا، بيدي نضارة، بيحارب التجاعيد اثناء النوم، بيحافظ على البشرة، بيحارب الشيخوخة، بجد تحفة. اتمنى ان انتوا تجربوا الكريم ده، هنستخدمه كل يوم بالليل، كل يوم مساء، على وشك، على رقبتك، على جبهتك، على حوالين العين، وهتغسليه الصبح بمية دافية. من اول اسبوع هتلاحظي الفرق، وهتلاحظي ان التجاعيد ابتدت تختفي، هتلاحظي ان بشرتك بقت مشدودة، مش هتحتاجي بوتكس من بره، مش هتحتاجي اي حاجة تانية خالص، مش هتحتاجي اي كريمات. ياريت لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الاشعارات عشان يوصلكم كل فيديوهاتي اللي انا بنزلها.